بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم أينما كنتم. من وراء الميكروفون وعبر شاشات قنوات الكأس الرياضية يحييكم معلقكم جمال السويدي، وأنقل لحضرتكم لقاء اليوم الذي يجمع ما بين نادي بيروت اللبناني ونادي الكويت الكويتي، وذلك ضمن بطولة الأندية العربية في نسختها 33، واليوم هو اليوم السادس في عمر هذه البطولة. قبل أن أخوض في تفاصيل لقاء اليوم، ارحب بزميلي وصديقي الكابتن مالك سليم الذي شاركني في كابينة التعليق اليوم على هذا اللقاء. مرحبا كابتن. مرحبا كابتن، سعيد بتواجدي في كابينة التعليق، وان شاء الله نشاهد مباراة جميلة بين فريقين قويين. يعطيك العافية. اذا نرجع للمباراة التي جرت كرة القفز منذ لحظات، ونلعب في الدقيقة الأولى، والدقيقة الأولى الآن تحمل نقطتين لنادي الكويت الكويتي. يعني اتوقع يعني كابتن تشاركني الراي ان المباراه تكون حماسيه فنيا ويعني تكتيكيا و من قبل اللاعبين والمدربين، ولا ايش رايك؟ مباراه راح تكون، اعتقد احنا تكلمنا قبل بدايه المباراه، المباراه راح تكون انا بقول 50-50 بين الفريقين. الفريقين يمتازون بالعناصر على مستوى عالي، هناك استقرار فني، استقرار في اللاعبين في المحترفين. ايضا شاهدنا اداء الفريقين في مباريات هذه البطوله، اداء ثابت، مستوى ثابت ممتاز. لذلك انا اعتقد راح نشوف مباراه راح ترتقي الى مستوى البطوله العربيه ان شاء الله. ان شاء الله. اذا في خطا كان على لاعب الكويت الكويت، وهجمه ناجحه واصابه ناجحه للاعب رقم 24 من بيروت اللبناني هايك شبيان، نقطتين لصالحه، وستكون هناك رميه حره اضافيه لنفس اللاعب. يعني معروف طبعا بيروت اللبناني لا شك، من ايضا الفرق الجيده في جمهوريه لبنان. الكويت الكويتي ادى حتى الان اداء رائع من خلال مشاركته في البطوله العربيه باللقاءات السابقه. اذا النتيجه الحاليه الان 5 نقاط لنادي بيروت اللبناني مقابل نقطتين لنادي الكويت الكويتي. نلعب في دقيقه ثانيه من الفتره الاولى من الشوط الاول، وهي ثلاثيه طويله. ايوه حلوه جميله جدا، ثلاثيه من اللاعب رقم 14 من الكويت الكويتي جيمس بيلدن، من اللاعبين المميزين ايضا في صفوف نادي الكويت. شوفها 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 شوف مره ثانيه، جميل هذه اللعبه الثلاثيه جميله، ورد سريع طبعا من الفريق نادي بيروت اللبناني، ولكن في خطا ايضا، في خطا على لاعب الكويت الكويتي. لاعب جيمس بيلدن فعلا يعتبر من افضل لاعبين البطوله، لو شاهدنا مستواه في نعم مباريات البطوله الى حد الان ممكن هو من افضل اللاعبين، ان لم يكن الافضل يعني حتى ممكن يكون افضل المسجلين. احنا شاهدنا امس مباراته مع الفريق مع فريق الغرافه القطري، نعم سجل تقريبا حوالي 40 نقطه لوحده في مباراه الغرافه القطري، ظهر بمستوى ممتاز جدا، فاعتقد هو من افضل اللاعبين في هذه البطوله. يعني اعتقد كابتن مالك المحترف عليه عامل كبير، اذا ما كان في المستوى المطلوب يأثر فعلا على الفريق، إذا كان وخاصة إذا كان في البطولات الخارجية مش المحلية. أعتقد أنه بكل تأثير واضح في أداء اللعب أو الفريق أو النتائج. طبعا يعني جميع الأندية تحاول تستقطب أفضل اللاعبين لمساعدة الفريق، يعني هم يسمون لاعبين محترفين، فاللاعبين المحترفين يعني مهمتهم مساعدة الفريق وحمل الفريق على أكتافهم من أجل يعني تحقيق الانتصار او تحقيق نتائج ايجابيه في هذه البطولات. فهناك لاعبين لكل فريق في هذه البطوله، تقريبا نصف الفريق يعني نتكلم لاعبين في نصف الفريق، فمهم جدا يكونوا على مستوى عالي من اجل مساعده فرقهم في الحصول على نتائج في هذه البطوله. نعم صحيح. اذا النتيجه الحاليه الان 7 نقاط لكلا الفريقين، هذا التعادل الاول ما بين بيروت اللبناني والكويت الكويتي، وهذا يعني يعطيني انطباع على فعل جديه هذه المباراه فنيا وتكتيكيا. واكيد لا شك ان يعني اعتقد ان صعب ان نتنبأ ما بين الفتره الاولى والثانيه والثالثه من يستطيع ان يكون اقرب للفوز ويتصدر المجموعه الرابعه التي تتكون من الكويت وبيروت والمنام البحرين والغرافه القطري والبطائح الرياضي. اذا الخطا ايضا، خطا على لاعب نادي الكويت الكويتي الذي يحمل من الرصيد 9 نقاط الان. في رميات حره على لا من الحد الجانبي
من الحد، وهذا مدرب نادي الكويت الكويتي بيتر. تلعب الى بيروت اللبناني داخل منطقه الثلاث نقاط، وبنقطتين ايضا، نقطتين يسجل نقطتين ويرجع الرصيد مره ثانيه، 9 نقاط لبيروت اللبناني، وفي التعادل الثاني من خلال الفتره الاولى، 6 دقائق و28 ثانية تفصل عن نهاية الفترة الأولى. ونلعب في صالة برج العرب في مدينة الإسكندرية داخل المنطقة المحرمة الكويت. الكويت جميل هذه اللعبة، يعني التمريرة جميلة للعب الكويت الكويت اللاعب رقم 15 كيكاف نوتش، هذا محترف أيضا الكويت الكويتي، أعتقد كابتن مالك هو اوكراني على ما اعتقد، او انا ما اعتقد انه هو لا بوسني بوسني او بوسني نعم بوسني نعم. نعم ايضا من اللاعبين المميزين ايضا في صفوف الكويت الكويتي. 11 نقطة لنادي الكويت الكويتي مقابل 9 نقاط نادي بيروت اللبناني. بالمناسبة مدرب فريق الكويت الكويتي يعتبر فعلا من افضل المدربين في هذه المنطقة في منطقة الخليج والوطن العربي. نعم. قاد فريق الاهلي الاماراتي شباب الاهلي الى اعتقد بطولتين الى 3 بطولات نعم خليج متتاليه، لذلك فريق الكويت الكويتي كان يعني على علم بهذا المدرب واستطاع انه يحصل عليه ويوقع معاه عقد. وطبعا اداء الكويت الكويتي زي ما احنا شايفين فعلا بسبب كبير جدا بسبب هذا المدرب الذي يمتاز بالتكتيك الممتاز والاستفاده من امكانيات جميع اللاعبين. كابتن مالك اعتقد المدرب ايضا اذا كان عنده خبره في الجو الخليجي يعني اعتقد يكون له فعاليه اذا راح مثلا من دوله الى دوله او من نادي الى نادي حسب طبيعه الكره السله الخليجيه. يعني نعم يعني مثل ما ذكرت انت تقول جيد، وكان في دوله خليجيه مثلا يدرب فريق او نادي خليجي فيكتسب خبره فعلا لكره السله الخليجيه لا شك. هو مدرب يعني هو كرة السلة الخليجية تقريبا سواء في البحرين في عمان في قطر في السعودية. نعم. تقريبا ستايل واحد يعني فهو متعود على هذه المباريات متعود على هذه البطولات فبتكون الأمور أسهل بالنسبة لمدرب موجود في الخليج في لفترة طويلة. نعم صحيح. إذن 14 نقطة الآن لنادي الكويت الكويتي، 13 نقطة لنادي بيروت اللبناني. النتيجة متقاربة، الفارق نقطة و4 دقائق و51 ثانية فقط تفصل عن نهاية الفترة الأولى. وهذا خطأ أثناء الدخول، خطأ على لاعب نادي بيروت اللبناني، وفي لا شك رميات حرة. Double fist, 2-3 set up, okay? Then we play the ball, okay? Our original double fist, all right? Can sag off a little bit. Hey, what's going to happen? The four-man pops out here. تايم أوت طلب مدرب بيروت اللبناني في اللحظات. مشاهدي الكرام نستمع ونشاهد لتعليمات المدربين. Somebody else has him to come back up. There will be a high post. We have to match up. And they will look for the corners, okay? If you get lost, match up. Offensively, you play diamond post. We need to see their reaction on the post. Yes. Okay, guys? Yalla, let's go. Yalla. Team 1, 2, 1, 2, 3. Team, let's go. Every time, you are patient. Go, 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 go. 1, 2, 3. Defense, defense. It's all about defense. إذن أعزائي المشاهدين في اللحظات انتهى الوقت المستقطع على طلب كابتن ومدرب بيروت اللبناني. النتيجة الحالية الآن 14 نقطة لنادي الكويت الكويتي، 13 نقطة لنادي بيروت اللبناني. 4 دقائق و51 ثانية تفصلنا فقط على نهاية الفترة الأولى، وكان في خطأ لصالح نادي الكويت الكويتي، له رميات حرة لاعب نادي الكويت الكويتي. والمحاولة الأولى للاعب رقم 3 ألكسندر خالد الغيث، محاولة غير ناجحة تبقى لها المحاولة الثانية والأخيرة من محاولتين تلعب، محاولة ناجحة. إذن ارتفع رصيدها ل 15 نقطة مقابل 13 نقطة لبيروت اللبناني. كابتن مالك أعتقد السكور يوضح لنا مدى التقارب
الفني والأداء في من خلال الفترة الأولى. نعم، هجمة الآن تتجدد مرة ثانية لصالح نادي الكويت الكويتي. دفاع ضغط للمنطقة من قبل لاعبين نادي بيروت لبنان، ولكن في دخول ناجح، في دخول ناجح للاعب نادي الكويت الكويتي اللاعب حمد عدنان سعيد، يسجل نقطتين ويرتفع برصيده ل 17. رد سريع، رد سريع أيضا من لاعب نادي بيروت اللبناني، يعني 17-16 ورجعنا لفارق النقطة أيضا. هذا اللاعب رقم 6 صاحب الثلاثية إيلي شمعون. نعم، هذه الثلاثية إعادة بالحركة البطيئة، الثلاثية الناجحة لنادي بيروت اللبناني، وفي رميات حرة الآن لصالح لاعب نادي بيروت اللبناني اللاعب رقم 91 سيرجيو الدرويش. 17-16 الفارق نقطة، والرمية الحرة الثانية الآن، ومتابعة ونظرة ثاقبة من مدرب نادي الكويت الكويتي الكابتن بيتر، وأيضا مدرب نادي بيروت اللبناني. 17-17 الآن التعادل هو سيد الموقف من خلال الثلاث دقائق وثلاثين ثانية التي تفصلنا عن نهاية الفترة الأولى. تمريرات خارج قوس الثلاث نقاط ودفاع جيد من لاعبي بيروت اللبناني، محاولة تصويب بغير راية، تمريرة جيدة داخل المنطقة المحرمة بحط حلوة أيضا، حلوة جميلة جدا للاعب رقم 15 كيكا نوفيتش اللاعب البوسني في صفوف والمحترف في صفوف نادي الكويت الكويتي. ثلاثية للتعويض طويلة، تضرب الحلق ترجع مرة ثانية لصالح نادي الكويت. دربكة على الكرة وأخيرا صفرة الحكم تفصل. هذا الدربكة نشوف الكرة لصالح من، شوفها مرة ثانية، شوفها عاد بالحركة بطيئة. نعم، نعم نعم. هذه الثلاثية أيضا، يا ولد، ثلاثية جميلة جدا للاعب رقم 14 جيمس، هذه إيده حلوة جدا على التصويبات، شوفها 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 مرة ثانية جميلة جدا. يرتفع الرصيد إلى 22 نقطة، ورد دائما سريع من نادي بيروت اللبناني على طول على اللاعب رقم 24 هايك شبيان، يسجل أيضا نقطتين. نعم نعم، دائما التحدي، تحدي لاعبين وتحدي محترفين في نفس الوقت. نعم، الكل يريد ان يثبت يعني نفسه وجدارته ولعبه، ولا شك 24-19 واخر دقيقتين تفصل عن نهايه الفتره الاولى من الشوط الاول. دخوله محاولة من لاعب بيروت اللبناني ترجع مرة ثانية لنادي الكويت الكويتي، طويلة على طول عرضية بثلاثية، شلون تضرب الحلق ترجع مرة ثانية صالح نادي الكويت الكويتي مرة ثانية، ودخول هالمرة بنتريشن على طول، وحاول محاولة وينجح، ينجح 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 على طول اللاعب جيمس، في يعني يعني مبدع اليوم اعتقد كابتن. ها نعم، والدخول والاختراق فعلا.
إذن بهذه التصويبة الناجحة يجبر مدرب نادي بيروت اللبناني لطلب وقت مستقطع في اللحظات. مشاهدينا الكرام نستمع ونشاهد تعليمات المدربين. And you are leaving your man. They make cut from the weak side. And you forget your man. They are sucking the side and they are passing the ball outside. Stay with your man. Only guy, we need to help Mashok here. We need to drop from this side. A little bit just. You have the ball. Okay. Next to the ball, you have the next man. Okay, you have the next pass. One guy has the ball. The next guy has the next pass. You don't chase the ball. Okay? You don't chase the ball. If Kika has to step out here, guys, hey, you gotta cover his back, guys. It's like a trap. You understand? The foreman is gonna cut. The foreman is gonna cut. Listen. Get the ball inside to Kika. Quick decisions in there. Play the five sometime. Five side. Okay. Get the ball. إذن مشاهدينا الأعزاء انتهى الوقت المستقطع لطلب مدرب نادي بيروت اللبناني بعد الأداء الجميل والجيد من لاعبي نادي الكويت الكويتي. النتيجة الحالية الآن 26 نقطة لنادي الكويت الكويتي مقابل 19 نقطة لنادي بيروت اللبناني. والإصابة الأخيرة كانت للاعب جيمس لاعب نادي الكويت الكويتي. إذا تلعب الحد النهائي في المنطقة الخلفية لبيروت اللبناني إلى المنطقة الأمامية الآن. نعم نعم يعني هذه الخطة ناجحة معاهم في الفترة هذه تلعب تصويبة غير ناجحة ترجع مثلا لعبة نادي الكويت الكويتي. تركي حمود اللاعب جيمس مع الكرة بغير كلامه بثلاثية جميلة جدا أيضا يكمل بها مشوار تألقه فيه من خلال الفترة الأولى. جيمس ثلاثية ويطير بالسكور. جميلة جدا هذه اللعبة. ترجع مرة ثانية تقطع تروح روح على طول أيضا يسجل منها نقطتين لاعب نادي الكويت الكويتي اللاعب رقم 5 أيضا حمد عدنان. يعني تقدم واضح وجيد في أداء ونتيجة للاعبي نادي الكويت الكويتي في آخر 40 ثانية 31-19. نعم نعم يستطيع الهجوم الاختراق ايضا وتعطي حريه ايضا للاعبين انسايد مثلا اجل يعني الحصول على الكره تحت السله وايضا تسجيل النقاط. فمهم جدا لفريق بيروت اللبناني المحاوله التصويب من خارج النقاط حتى لو لم يستطع التسجيل في نعم مواصلة ال نعم المحاولات من أجل تفكيك الزون ديفنس. نعم إذن المتبقي الآن 20 ثانية تقريبا تفصلنا عن نهاية الفترة الأولى 31-19 وقد تكون الهجمة الأخيرة للنادي الكويت الكويتي. يعني يتصيد الفرصة هذا جيمس معاه بيصوب لا بيخترق لا بيمرر فعلا يحاول تمريره وتصويبه ولكن غير ناجحه ثلاث ثواني تفصلنا الان وتصويبه ثلاثيه طويله وصافره. مشاهدينا الكرام تعلن نهايه الفتره. اذا مشاهدينا الاعزاء عوده لكم وبدايه الفتره الثانيه من الشوط الاول. الفتره الاولى انتهت بنتيجه 31 نقطه لنادي الكويت الكويتي مقابل 19 نقطه لنادي بيروت اللبناني. وبدايه الفتره الثانيه والهجمه ستكون لصالح بيروت اللبناني على اعتبار هو صاحب الحيازه وهنا نقطتين لصالح اللاعب رقم 3 اللي نزل يشارك زملاء الكسندر الغيص عفوا اللاعب رقم 3 من بيروت له اتير ماجوك نزل لمؤازره الفريق من خلال بدايه الفتره الثانيه. إذا 31-21 الفارق 10 نقاط من خلال الفترة الثانية ونشوف يعني كابتن مالك في أي تغيير في الخطط بالنسبة للكويت الكويتي أو بيروت اللبناني. فريق الكويت الكويتي لا يزال ينتهج الزون ديفنس لكن كما شاهدنا في آخر تو بوزيشنز لا الفريق اللبناني
محاولات ثلاثيه ويوجد اوفنسيف ريبون. لما يكون عندك لاعب مثل اتير ماجوك تحت الباسكت لا تخاف، يعني سدد التصويبات الثلاثيه وانتظر اتير ماجوك موجود تحت الباسكت من اجل المتابعه الهجوميه وتسجيل النقاط من المتابعات الهجوميه. نعم نعم، هذه فعلا محاوله للتصويب، محاوله ناجحه. اثناء حديث على طول ايضا اللاعب كيكانوفيتش لاعب النادي الكويت الكويتي، يعني عامل مباراة جيدة حتى الآن، وأيضا برفقة لاعب جيمس كمحترفين في صفوف نادي الكويت الكويتي، وهي ثلاثية من الجانب الآخر، ولكن ناجحة ترجع مرة ثانية لصالح نادي بيروت اللبناني. الفريقين يلعبون من يتصدر المجموعة الرابعة. تمريرات خارج قوس الثلاث نقاط حتى الان، الكره مع بيروت اللبناني ومحاوله للدخول والاختراق اللاعب رقم 11 وتصويبه ثلاثيه ولكن غير ناجحه، ودربك على الكره ياخذ اخيرا اللاعب نادي بيروت اللبناني مره اخرى. تعديل وترتيب الاوراق خارج قوس الثلاث نقاط مره ثانيه. تصويبه محاوله وايضا ما فيها شيء، تلعب ترجع مره ثانيه لصالح نادي الكويت الكويتي. اذا يعني عوده الى مجريات اللعب التي تكون انا مثل ما اشوف حماسيه للفريقين، كل منهما لن يرضخ للاخر ان يكون هو المهزوم على اعتبار من بدايه البطوله العربيه، والفريقين يعني كان لهم الحظوظ في الفوز بجميع اللقاءات، وهو اللقاء الان توقعت انه يكون قوي فعلا الكلوز جيم ما بين نادي بيروت اللبناني والكويت الكويتي. النتيجة الحالية 37-25، 6:20 تفصلنا فقط على نهاية الفترة الثانية من الشوط الأول. كيف عدم الحركة بطيئة، الخطأ واضح على لاعب نادي الكويت الكويتي. إذن الكرة من الحد الجانبي الآن، وهذا اللاعب رقم 3 أتير، والمدرب طبعا في هالحالة عينه على الوقت، عينه على اللاعب، عينه على السكور. دخول الكرة من الحد الجانبي لصالح بيروت اللبناني، بيقوم بإدخالها اللاعب رودريجو عقل من اللاعبين المميزين ايضا في نادي بيروت اللبناني، ولكن تمرير خطأ ياخذها على طول اللاعب رقم 90 فريد، يروح ما حد معاه، تنقطع الكره بشكل قانوني ومتابعه جيده دائما. هذا الظل جيمس على طول في ظهر لاعب نادي الكويت الكويتي تركي حمود، وسجل منها نقطتين ايضا متابعه جيده، والثلاثيه للتعويض حلوه ايضا. لا نقطتين رجل على قوس الثلاث نقاط، اذا نقطتين لصالح نادي بيروت اللبناني، ودخول جيد تنقطع بدون اي اخطاء، وتعود مره ثانيه لصالح نادي بيروت اللبناني. بيروت قامت قومته الان، اللاعب رقم 10 انتوني مايلز
إذا 39-29 رجع للفارق العشر نقاط الآن. تمريرة غير ناجحة يعني في استعجال في الآونة الأخيرة من قبل لاعبي نادي الكويت الكويتي. وترتيب أوراق لنادي بيروت اللبناني، هذه الثلاثية غير ناجحة ترجع مرة ثانية لصالح نادي الكويت الكويتي. تمريرة جيدة وقطع الكرة بشكل أفضل أيضا من لاعب نادي الكويت الكويتي محمد عدنان سعيد. 39-29 أربع دقائق وخمسة وأربعين ثانية وتغييرات تبديلات في صفوف نادي بيروت اللبناني لا شك طبعا طبعا يعني وقت التغييرات لا شك يريح لاعب ودخل لاعب. إذا اللعب الآن والدخول جيد ما كملها اللاعب ما كمل على طول يصوب اللاعب رقم ستة وتضيع منه دربك على الكرة أيضا مرة ثانية. كيكانوفيتش كيكانوفيتش يعني يختصر الموضوع كله. شوف شوف دربك على الكرة ياخذها ويقول خلوني بروحي أنا بسجل نقطتين وخطأ أيضا لصالحي في رمية حرة إضافية لهذا اللاعب. إذا رمية حرة إضافية ستكون للاعب كيكانوفيتش محاولة غير ناجحة ترجع مرة ثانية لصالح بيروت اللبناني. 41-29 يعني الكويت متصدر بشكل جيد بالنقاط. ونشوف مرة ثانية كابتن مالك لاحظنا الكور فرق شوي مع الكويت الكويتي مع ان اداء تذبذب شوية لكن ما شاء الله عاد مرة ثانية وارتفع ل 41 نقطة. فريق الكويت الكويتي زي ما تحدثنا انتهج دفاع المنطقة الزون ديفنس 2-3 ومن تقريبا من منتصف الربع الأول وهذا التغيير في الدفاع في الخطة الدفاعية أتى ثماره يعني الآن الفريق الكويتي متقدم بفارق 10 نقاط هذا كله بسبب اللاعب المحترف طبعا رقم 14 بالإضافة إلى التغيير الدفاع للزون ديفنس. فريق اللبناني لم يتوفق لحد الآن بالتصويبات الثلاثية رغم متابعات الهجومية لأتير ماجوك ولاعبين الإنسايد اللي استطاعوا أن يحققوا بعض النقاط من المتابعات الهجوم لكن هذا الكلام لم يكن كافي من أجل تقليص الفارق من ناحية الفريق اللبناني. نعم وهذا الآن ثلاثية لصالح نادي شفنا تونا نتكلم ثلاثية جميلة جدا لصالح نادي الكويت الكويتي. حمد عدنان سعيد يعني يطير السكور إلى 44 نقطة مقابل 31 إذا كسرنا الفارق اللي هو 10 نقاط وهجمة اللبنانية الآن ولا كان هناك تيرنوفر طبعا من لاعب منتخب تعب الفريق اللبناني اللاعب المحترف أنتوني مايلز. نشاهد هنا تكتيك معين لفريق الكويت الكويتي وفاول يعني فاول على أتير ماجوك محاولة جيدة من لاعب الفريق الكويت الكويتي حمد عدنان سعيد ورميتين حرتين. هناك خطأ هناك خطأ أتير ماجوك يمتاز بالدفاع الجيد البلوك شوت يعني يقوم بتغيير تسديدات اللاعبين المهاجمين بطريقة معينة وبالتالي تقليل التركيز أو تقليل نسبة التسديد للاعبين المهاجمين. الرمية الأولى تضيع على لاعب المنتخب على لاعب الفريق الكويتي ويسجل الرمية الثانية. دفاع ضاغط للفريق الكويتي نشاهد هناك البريس ديفنس والتحويل الرجوع إلى لعب مان تو مان في الدفاع للفريق الكويت الكويتي. كيك أوت جميل للاعب المنتخب اللبناني ولاعب البيروت اللبناني رودريغو عقل. ثلاثية جميلة اللاعب البوسني يستطيع تسجيل نقطتين جميلتين لاعب أوروبي بمعنى الكلمة
يمتاز بالتصويب من خارج من خارج الثلاث 3 سكند، وايضا لاعب انسايد وفوت وورك جميل تحت الباسكت. لاعبين فريق الكويتي يمتازون، او المحترفين الكويتيين يمتازون بالمستوى الجيد فعلا مقارنه ببقيه اللاعبين المحترفين الموجودين في هذه البطوله. ايضا اللاعبين المحليين يمتازون بمستوى جيد ايضا مقارنه ايضا باللاعبين المحليين لبقيه الفرق، لذلك نشاهد مستوى مميز لفريق الكويت الكويتي. هناك اوفنسيف فاول على لاعب على فريق بيروت اللبناني، والكرة تنتقل إلى فريق الكويت الكويتي. فارق 13 نقطة، دقيقتين و20 ثانية تقريبا على نهاية الربع الثاني من هذه المباراة. فريق الكويت الكويتي متحكم في المباراة نوعا ما. خطأ على فريق بيروت اللبناني، ورميتين حرتين لكيكانوفيتش، لاعب يقوم بأداء جيد في هذه المباراة، ممكن من أفضل مباريات اللاعب في هذه البطولة. على ما يبدو في تايم اوت طلب مدرب نادي بيروت اللبناني. 18 points for 15 and 10 points for 14, 28 points and you still not convinced to contest every single shot. Number 5 is destroying us on close out. He's beating you every single time. He's grabbing, taking foul. The worst half ever I can see in a team. Especially defensively. You score and you receive. Grab offensive rebound. They grab offensive rebound. He's a very good shooter. So if we have to help, don't get beat here, guys, please. If we get beat here, bad things happen. Anything here is okay. We can help. Two more fouls to give. Let's finish the first half. You got two fouls to give. Aggressive. Who has fouls? Who has fouls? Kika, what do you got? How many fouls? Hedgehog. And the foreman, Hike, you take the roll. He takes the roll, you go back to the foreman up on top. Yalla. Okay, come on, let's go. Defense, 1, 2, 3. Defense. We can't try the new one, hold. إذن مشاهدينا الكرام انتهى الوقت المستقطع على طلب مدرب نادي بيروت اللبناني. 47-34، دقيقتين وسبع ثواني تفصلنا على نهاية الفترة الثانية من الشوط الأول، وهذا الخطأ لصالح نادي الكويت الكويت عن طريق اللاعب كيكانوفيتش. محاولة الأولى محاولة غير ناجحة، والمحاولة الثانية الآن محاولة ناجحة، إذن نقطة من محاولتين. وليسترجع القليل من سكور نادي بيروت اللبناني. دفاع ضغط من لاعبين نادي الكويت مثل ما احنا شايفين. محاولة الاختراق الدفاع بعرضية واختراق ايضا اللاعب رقم 4 مصوب ولكن بتضيع، متابعه جيده وريباوند لعيبه نادي الكويت. اللاعب رقم 15 الى جيمس. الله 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 الله. حلوه. عبد الله محمد عوض حلوه ايضا. عبد الله محمد عوض يعدي حاجز ال 50 نقطه، هذا ال 51-34. وهذا محاولة أيضا لبنانية للتعويض على طول، رد سريع دائما على اللاعب رقم 24 هايك شبيان. كابتن يعني أداء متفاوت، أنا أشوف كذا أداء للفريقين من خلال الفترة الثانية هذه، خاصة الفريق اللبناني. الفريق اللبناني لا زال يعني يحاول الرجوع في هذه المباراة. فريق الكويت الكويتي هو المسيطر على المباراة لغاية الآن، فارق 17 نقطة، فارق مريح جدا لفريق الكويت الكويتي. نشاهد الآن تغيير أيضا في طريقة الدفاع، ممكن المان تو مان اللي ممكن يعني التأثير على الفريق اللبناني، ولكن
كما شاهدنا هناك ثلاثية أيضا من الفريق اللبناني. أنا أتوقع أن ممكن في بداية الربع الثالث أو ممكن منتصف الربع الثالث الفريق الكويتي ممكن يرجع إلى الزون ديفنس. نعم هذا 53-39 والهجمة سريعة أيضا على طول اللاعب الكويتي اللاعب رقم 7 عبد الله محمد عوض سجل المرمى نقطتين في آخر 13 ثانية تفصل عن نهاية الفترة الثانية وهجمة أيضا أسرع للبنان بيروت اللبناني في آخر 6 ثواني الهجمة الأخيرة النادي الكويت الأخيرة ثانيتين ثانية تصويبة ثلاثية وأعزائي المشاهدين صاف لحظات نتوقع أيضا إن شاء الله إثارة ومتابعة للإثارة من خلال الفترتين المتبقيتين الثالثة والرابعة وهذه أولى النقلة أعلى اطلعت إذا تجمع المباراة هذه الإثارة والندية والآن الهجمة الأولى لصالح نادي بيروت اللبناني كابتن مالك تتوقع يكمل المشوار الكويتي ولا يكون في خطة ثانية بديلة أو يعني نادي بيروت اللبناني كله كلمة ثانية؟ والله شوف يعني حتى من الهجمة الأولى نتابع فريق بيروت اللبناني الآن هو ما ينتهج الزون ديفنس يعني يحاول ممكن تشتيت أيضا تركيز فريق الكويتي الآن كما نلاحظ هناك لا الآن ينتقل إلى مان تو مان البوزيشن الأول كان زون ديفنس الآن ينتقل إلى مان تو مان ممكن تغيير من المدرب تغيير البوزيشن أو الدفاعي بكل هجمة ممكن يعني يشتت تركيز الفريق الكويتي الآن أيضا فريق الكويتي نشاهد الزون ديفنس وتصويبة ثلاثية لم تنجح يعني الآن أول دقيقتين ثلاث دقائق صراحة صعب التوقع إذا كان فريق لبنان قادر على العودة يجب الانتظار بعضا من الوقت يعني من أجل التوقع هناك فاول على فريق أعتقد يعني الأخطاء راح تلعب دور إذا كان الفريق الكويتي حافظ على أخطاء مثل ما شفت راح يعني يكون له فرصة مواصلة هذا التقدم بينما فريق لبنان أو عفوا بيروت اللبناني أيضا أخطاء كانت زايدة في الفترة الثانية بنشوف يعني بنشوف النتيجة الآن 55 نقطة للكويت الكويتي 41 نقطة لبيروت اللبناني الفارق مو كبير ما زلنا في الفترة الثالثة ولكن نشوف خطة المدربين بعد وقت الراحة ما بين الشوطين هذا الآن الهجمة لصالح نادي بيروت اللبناني وفي خطأ أيضا توني أتكلم عن الأخطاء خطأ على اللاعب رقم 15 كيكانوفيتش والكرة من الحد النهائي لصالح نادي بيروت اللبناني تنخطف ياخذها الكويتي عرضية إلى زميلة في الزاوية نشوف من فاتح لك ولا بيخترق نشوف بيموه وبصوب وأصابه ناجح حلوة أيضا هذه اللعبة على طول تمريرة جميلة للاعب رقم 21 من الكويت الكويتي يسجل منها نقطتين من الألعاب الجميلة هذه من الألعاب الجميلة الفيك شوت والوان دريبل داخل الثري بوينت والتصويب والتسجيل من الألعاب الجميلة في عالم كرة السلة الآن شاهدنا ثلاثية أيضا من رودريجو عقل لاعب يمتاز كما ذكرنا في التصويبات الثلاثية نعم فعلا يعني خلص الفارق 57-44 والهجمة الآن اللبنانية وخطأ أيضا فأقل من دقيقة خطأين على الكويتي خطأ لصالح لاعب نادي بيروت اللبناني اللاعب سيريجو الدرويش وفي رميات حرة كان في محاولة الدخول لا شك كان في محاولة الدخول المحاولة الأولى الآن محاولة ناجحة إذا النقطة تضاف لرصيد نادي بيروت اللبناني هناك تحسن ملموس لفريق لمستوى الفريق اللبناني الآن الفرق يتقلص إلى 12 نقطة نعم أعتقد إذا استمر الفريق نشاهد هناك تصميم يعني يبدو أن مدرب فريق بيروت اللبناني كان له رأي آخر في اللاكر روم يعني وممكن لام بعض اللاعبين أو الفريق كامل على المستوى في الشوط الأول نلاحظ الآن الفريق اللبناني يدخل بمعنويات مختلفة تماما عن ما أو مستوى آخر بما كما نشاهد يعني فرق عن الشوط الأول نعم عدة محاولات فعلا اللبنانية الآن
لكن ما تنجح ترجع مرة ثانية لصالح الكويت الكويتي. وهذا اللاعب رقم ثلاثة مع الكرة ألكسندر خالد إلى زميله خارج ثلاث نقاط ويقتحم دفاع نادي بيروت الابن. خطأ واضح على اللاعب أتير ماجوك. شوف خطأ واضح. يعني جمال ما شاء الله عليك أنت حكم دولي، ويعني بأخطاء مثل هذه الأخطاء نعم. تؤثر على الفريق بشكل كبير، يعني على فريقك. يعني أنت لاعب محترف وترجع قليلا بعض الشيء بالمباراة تقلص الفارق، الآن تقوم نعم. بخطأ مثل هذا وخطأ ليس على الكرة أبدا نعم. يعني على اللاعب، يعني أعتقد أن حظه حلو أنه ما كان ما أدري الحكم احتسب فعلا احتسب أسبوت من لك فاول. الخطأ المتعمد بمسماه القديم فعلا يعني واضحة، كانت واضحة. والكرة لصالح اللاعب كيكانوفيتش، محاولة الأولى محاولة ناجحة، تبقى المحاولة الثانية وأيضا سترجع الحيازة أيضا للنادي الكويت الكويتي لتنفيذ ما تبقى من الخطأ. المحاولة الثانية الآن أيضا محاولة ناجحة، 59 مقابل 45 يتسع الفارق قليلا. ترجع الكرة لصالح نادي الكويت الكويتي من المنطقة الأمامية اللعب. دفاع ضغط من لاعبي نادي بيروت اللبناني، ولكن اختراق لهذا الدفاع، تضرب الحلقة ترجع مرة ثانية، ريبوت جيد لصالح بيروت اللبناني. وفي خطأ أيضا، في خطأ هالمرة لصالح نادي بيروت اللبناني من الحد الجانبي. ما زلنا في الفترة الثالثة، 6 دقائق وتقريبا 26 ثانية تفصلنا عن نهاية الفترة الثالثة من الشوط الثاني. والهجمة الآن اللبنانية، يعدي من واحد ويعدي من الثاني، حلوة جميلة جدا واختراق جيد لدفاع نادي الكويت الكويت عن طريق اللاعب سيرجيو، يسجل منها نقطتين. شوف عدم الحركة البطيئة، ومن أمام اللاعب كيكانوفيتش ويقلص الفارق. يعني اعتقد كابتن مالك اذا 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 وصل له للتعادل بتفرق شوي مع بيروت اللبناني، يعني بشد حيله او المعنويات بترتفع والاداء بيختلف تقريبا. يعني شاهدنا في هذا البوزيشن الان هناك تيرن اوفر على فريق الكويت الكويتي، الفارق 12 نقطه. اذا استطاع فريق بيروت يعني خلال الخمس او الست دقائق المتبقيه في الربع الثالث أن يقلص الفارق يعني إلى الون ديجيت، الفارق ون ديجيت يعني مثلا تحت العشر نقاط، راح يكون لا كلام آخر في الربع الرابع. ممكن أنه يقلص الفارق، وممكن ليش لا زي ما ذكرت ممكن أنه يتعادل ويفوز في المباراة. نعم، تعود الهجمة الآن لنادي الكويت الكويتي، واخترق جيد من أمام لاعب وعملاق نادي بيروت اللبناني اللاعب أتير ماجوك، سجل من نقطة اللعب النادي الكويت الكويتي. جميلة هذه اللعبة من حمد عدنان سعيد. وفي خطأ أيضا، يبدو أن اللاعب أتير ماجوك عنده فاول ترابل. صراحة لا أعلم كم فاول، لكن يبدو أنه فاول ترابل. الدليل على ذلك يعني لم يقم بأي محاولة للبلوك شوت في الرمية الأخيرة. نعم نعم، الذي سجل منها اللاعب الكويتي. وعلى أساس في محاولتين رميتين حرتين، كان في محاولة تصويب هذا اللاعب الآن إلى 24 لاعب بيروت اللبناني. هايك شبيان، والمحاولة الثانية الآن، إذا المحاولة ناجحة، إذا 61 نقطة للنادي الكويتي الكويتي، 49 نقطة لنادي بيروت اللبناني في منتصف الفترة الثالثة الآن من الشوط الثاني، ولفترات طويلة محافظ على يعني تقدم السكور نادي الكويت الكويتي، وأيضا دعم لهذا السكور بنقطتين لصالح نادي الكويت الكويتي عن طريق اللاعب. وترجع مرة ثانية سريعة، شوف رد دائما، يعني رد سريع من فريق ونادي بيروت اللبناني. ولكن هل تنجح هذه الهجمة ولا لا؟ تلعب تصويبة ولكن تطير منه وتضيع لأتير ماجوك، ترجع مرة ثانية صالح نادي الكويت الكويتي. حلوة يعني تغطية جميلة جدا من اللاعب
كيكانوفيتش وبعدين ياخذ له موقع جيد اسفل الحلق ولكن غير موفق فيها، يتعرض الى خطا لصالحه وترجع الكره لصالح نادي الكويت. الكويت عن طريق رميتين حرتين وايضا كيكانوفيتش. قراءة جميلة للاعب الفريق الكويتي، الأسيست الجميل مع وجود دبل تيم عليه، فلاحظ اللاعب البوسني بالدايف تحت السلة والأسيست الجميل وخطأ ورميتين حرتين. إذن المحاولة الأخيرة الآن، المحاولة الأخيرة اللعب وأيضا نقطة ناجحة، نقطة ناجحة لهذا اللاعب. هذا 65 مقابل 49، ما زلنا في الفترة الثالثة والدفاع أنا أشوف ضاغط من قبل لاعبي نادي الكويت من بداية الملعب، يقوم بيدخلها اللاعب رقم 91 الآن سيريجيو، وفي خطأ يعني تغيرت الخطة، أشوف دفاع من بداية الملعب فالخطأ ارتكب على طول. نعم أنا أتوقع يعني مدرب الكويت الكويتي هو هذه مجرد تمويه فقط، ممكن يعني يستخدم طريقة الدفاع الضاغط لممكن بوزيشن أو بوزيشن أو اثنين بوزيشن، لكن يعني أنا أتوقع إنه الفريق الكويتي راح يرجع لدفاع المنطقة زون 2-3، لأنه هذا الدفاع أثبت إنه هو فعال فعلا في الشوط الأول. نعم إذن 65 نقطة مقابل 51 والكرة صالح النادي الكويت الكويتي، وصراع من قبل الفريقين على صدارة المجموعة الرابعة. يحسم هذا الصراع في الثانية الأخيرة من الفترة الرابعة من هذا اللقاء، وأيضا نقطتين للكويت الكويتي، يعني أداء جيد جدا في فعالياته في البطولة العربية نادي الكويت الكويتي، وأيضا نادي اليرموك الكويتي أيضا يعني كأول مشاركة لها يعني أداء جيد. اليوم أعتقد أنه فاز على المنام البحريني وأداء جيد. كنا نتمنى كابتن مالك طبعا يعني حديثي قد انقطع على الصورة الحالية، لكن كنت يعني أميل على الحديث على نادي الوكرة اليوم، كنت أتمنى أن يعني يحصل على الفوز أمام الزهراء التونسي اللي يعني يحجز المقعد للمنافسات القادمة من خلال البطولة العربية، لكن ما أعتقد أن أداءك الموفق اليوم كابتن مالك. نعم نعم يعني فريق الوكرة كنا نتمنى اليوم أنه يحصل أو يحقق الانتصار في مباراة اليوم، كان يؤدي أداء ممتاز في مباريات البطولة، استطاع تحقيق 3 انتصارات في المباراة الرابعة، كان مهم جدا أن يخرج بانتصار في ضد الفريق التونسي، لكن الفريق ممكن يعني لم يظهر بالمستوى المطلوب. الآن يحتل هو المركز الثاني في المجموعة. نعم. يجب الآن علي مواجهة فريق الاتحاد السكندري على ما يبدو. نعم. صح. نعم. يعني قد تكون مهمته صعبة شوية. طبعًا لا يوجد شيء مستحيل في عالم كرة السلة. نعم. فريق الوكرة فريق جيد، فريق ممتاز، يمتلك عناصر ممتازة، لكن هو موضوع الاتحاد السكندري يلعب على أرضه بين جمهور وفريق حامل بطولة سابقة. نعم. فريق متمرس يعني، لكن لا يوجد شيء، نتمنى التوفيق لفريق الوكرة وإن شاء الله. نعم. يظهرون. نعم. بمستوى مطلوب ويحققون الانتصار إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إذن شوف الثلاثية الجميلة هذه للاعب نادي الكويت الكويتي اللي يرفع رصيده لسبعين نقطة الآن مكتملة في رصيده مقابل 56 لنادي بيروت اللبناني، وهجمة الآن اللبنانية عد من واحد وعد من الثاني بتصوبها حلوة جميلة أيضا، هذه اللعبة جميلة أيضا، هذه اللعبة من اللاعب رقم 11 من بيروت اللبناني رجريجو عقل. دقيقتان و24 ثانية تفصلنا عن نهاية الفترة الثالثة من الشوط الثاني، واللعب الآن هجمة غير ناجحة ترجع مرة ثانية لصالح نادي بيروت اللبناني، موه
مرة ثانية مصمم الثلاثية لا يغير رأيه ويدخل يدخل داخل وفعلا أيضا إصابة ناجحة جدا من اللاعب رقم 91 سيرجيو ألدرويش يسجل منه نقطتين يجبر مدرب نادي الكويت الكويتي الكابتن بيتر على طلب وقت مستقطع في اللحظات لإيقاف زحف نادي بيروت اللبناني اللي تقدم من خلال دقيقتين السابقتين والفارق الآن عدنا إلى 10-70-60 إذا نستمع ونشاهد لتعليمات المدربين في اللحظات. Don't start, go over the screen. If the screen is so high, go under. Go under, he cannot shoot. Guys, offensively we are scoring everything from one. Keep playing one until they figure out what to do. And beat the closeout, they have slow legs. You forget what we said in the video session, guys. Cut the lead under 10 and we are back in the game. We are back in the game. ما تعمل هلا لما تطلع الطابة من يده وتضلخ معه. And all... Ahmed, let's go. Ahmed, come for Hussein. Let's have turkey for Khalid. Hey, sit there. Only five. Yeah. Let's go. Get stops. One, two. One, two. Get stops. 91. كابتن جمال يعني شاهدنا تعليمات فريق اللبناني تعليمات المدرب فريق اللبناني يوجه لاعبي إلى الالتصاق تقريبا بلاعب الفريق الكويتي اللي هو اللاعب جيمس فيلدن حتى بدون كرة قالوا يعني إذا هو باص الكرة خلاص ما ترجع هيلب ديمز خلك معاه مان تو مان وهذا طبعا الآن أعتقد الفريق اللاعب هذا سجل نقطتين لغاية الآن في الربع الثالث لغاية الآن فالخطة التي وضعها الفريق اللبناني لإيقاف هذا اللاعب أعتقد خطة مثمرة نعم هذا خطأ على لاعب النادي الكويت أو بيروت اللبناني إذا 70-60 دقيقتان تقريبا تفصلنا على نهاية الفترة الثالثة من الشوط الثاني حتى الآن متقدم نادي الكويت الكويتي ومثل ما احنا شايفين مان تو مان من لاعبي نادي بيروت اللبناني نشوف شو بتصرف نادي الكويت الكويتي في اختراق هذا الدفاع اللعب شوف فعلا ومتابعة جيدة من كيكوفينيتش ايضا غير ناجحة ترجع على طول للاعب نادي بيروت اللبناني سجل منها نقطتين هذا اللاعب سيرجيو ألدرويش اذا 70-62 يتقدم في اللحظات نادي الكويت ولكن ايضا يتقدم في الاداء نادي بيروت اللبناني اللاعب سيرجيو درويش من افضل من افضل مبارياته في هذه البطوله لاعب ممتاز ادى اداء جيد اليوم ايضا هو كما نشاهد الان هو مراقب للاعب افضل لاعب في الفريق الكويتي ايضا فهو لاعب يجيد الدفاع ويجيد الهجوم ايضا يعني هو اعتقد سجل على الاقل 15 نقطه لغايه الان في المباراه لاعب اثلتيك يجيد التصويب يجيد الاختراق جنب عالي دفاعا وهجوما لاعب ممتاز نعم هذا كان خطأ على لاعب نادي بيروت اللبناني واعتقد عدد اخطاء نادي بيروت اللبناني فوق الاربع اخطاء اذا في رميات حرة لصالح اللاعب رقم 5 من الكويت الكويتي اللاعب حمد عدنان سعيد محاولة الاولى محاولة غير ناجحة يتبقى له المحاولة الثانية الآن وتلعب محاولة ناجحة إذا نكسر فيها 70 نقطة وندخل على 71 نقطة تمريرات داخل المنطقة المحرمة الآن دنج جميل جدا من أتير ماجوك أتير ماجوك يعني يقول أنا موجود شوف 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 من أمام كيكانوفيتش ويسجل الضربة صحيحة جميلة جدا إذا 71-64 أقل من دقيقة الآن تصل على نهاية الفترة الثالثة ووتيرة اللعب تتسارع الآن أكيد من كلا الفريقين وثلاثية للتعويض كلام ثاني هذا تحضير للفترة الرابعة هذا هو تحضير للفترة الرابعة عن طريق اللاعب أنتوني مايلز وأشوف مرة ثانية هذه الهجمة لنادي الكويت الكويتي 71-67 بيصوب بثلاثية طويلة ورد غير ناجح ترجع مرة ثانية لنادي بيروت اللبناني بنشوف اللاعب أنتوني مايلز
نزل منذ لحظات اعتقد يعني تشارك في الفترة الثالثة وثلاث ثواني الآن اللعب. يقول انا دخلت وانا موجود. مهم جدا نعرف من هو صاحب المركز الاول من اجل انه راح يلعب مع فريق اضعف نسبيا من المجموعة الثالثة اللي هو ممكن يكون فريق الجزائري. نعم نعم صحيح. اذا بدأت الفترة الرابعة مشاهدي الكرام ومتابعينا في المنازل لهذا اللقاء والهدفة الأولى والنقطتين لصالح نادي بيروت اللبناني وأيضا اللاعب أنتوني مايرز أعتقد يبي يكمل المشوار من خلال الفترة الرابعة ويبي يقول أنا موجود في هذا اللقاء. اليوم الآن اللاعب في آخر ثلاث أربع دقائق on fire يعني في عالم كرة السلة بنسميه on fire يعني ما شاء الله ثلاث أربع تسديدات متتالية. الآن التعادل 71-71 ممكن لأول مرة في هذه المباراة. الآن نعم. ثلاثية للفريق الكويتي والتقدم بفارق ثلاث نقاط. نعم أعتقد الفريق الكويتي أيضا لن يرضخ ولن يعني يستسلم لفنيات أنتوني مايلز أو لعبة بيروت اللبناني. تلعب ثلاثية من الجانب الآخر ولكن غير ناجحة. ريباوند جيد من لعبة نادي الكويت الكويتي بعد من واحد وفي خطأ. ترافلينج على لاعب نادي الكويت الكويتي. شوف عدم الحركة بطيئة مرة ثانية. الحكم يحتسبها ترافلينج إذا الكرة من حد الجانب لصالح نادي بيروت اللبناني. 74-71 يعني كان في تعادل 71 لكلا الفريقين ولكن لم يتبقى كثيرا. ومدرب ومساعد المدرب وإداري نادي الكويت الكويتي أيضا يتابعون هذا اللقاء. كل التوفيق للفريقين في هذا اللقاء. إذا اللعب الآن نادي بيروت اللبناني يحاول يخترق دفاع نادي الكويت الكويتي بصوب ولكن بتضيع على طول يأخذها لاعب نادي الكويت الكويتي اللاعب رقم 5. جميلة هذه التمريرة إلى حمد عدنان متابعة جيدة على طول. دائما كيكانوفيتش موجود في الساحة وموجود في المنطقة المحرمة لمؤازرة الكرات الضائعة وهذه كانت قطع بلق بشكل جيد من لاعب نادي بيروت اللبناني. ومحاولة الدخول وإصابة ناجحة. إصابة ناجحة للاعب سريجو درويش يسجل إصابة ناجحة ورمية إضافية لهذا اللاعب. الآن شوف 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 فعلا فعلا في خطأ على اللاعب حسين عبد الرحمن. يعني 76-73 ورمية إضافية للاعب سيرجو درويش. شوف الرمية الإضافية الآن. لاعب فعلا من أفضل لاعبين مباراة اليوم فعلا يعني حتى نعم. على مستوى المحترفين أيضا هو بمستوى اللاعبين المحترفين في مباراة اليوم. فعلا أداء جيد وتلعب الآن لصالح نادي الكويت الكويتي. عرضية داخل المنطقة المحرمة محاولة خرج القوس الآن بثلاثية طويلة غير ناجحة من اللاعب جيمس. ترجع مرة ثانية ودربك على الكرة وأخيرا الكرة خارج أرض الملعب من الحد النهائي تعود لصالح نادي الكويت الكويتي. شوف دربك على الكرة لعبة ذكية جدا قانونيا ما فيها شيء ترجع لصالح نادي الكويت الكويتي من الحد النهائي. اللاعب جيمس فيلدن في الربع الثالث والرابع لغاية الآن نعم ليس غائب تماما يعني ليس بمستواه فعلا يعني يعني كان واضح من الفترة الأولى والثانية أداء جيد ولكن اللعب الآن لصالح بيروت. انفراد للاعب سيرجيو يسجل نقطتين الفارق نقطة الآن 76-75. شوف تمريرة جميلة وموقع جيد يأخذ هذا اللاعب بذكاء ويسجل منها نقطتين. نشوف الهجمة الآن لصالح نادي الكويت الكويتي أيضا يرفض أن يكون السكور متقارب. هذا اللاعب على طول يسجل منها نقطتين محمد عدنان سعيد. محاولة للتمرير والثلاثية الآن طويلة الله ثلاثية أيضا يعود أنتوني مايلز. أنتوني مايلز بالثلاثية الآن لبيروت اللبناني والتعادل يعني يكون الآن سيد الموقف في هاللحظات في هاللحظات. يعني أعتقد بيروت اللبناني يبي يكون متقدم كابتن مالك
ولو بنقطة عشان يكسر يعني الفارق ويكسر التعادل، يبدأ عاد الأوبشن الثالث. هو لغاية الآن ما أعتقد تقدم في جميع مجريات المباراة. نعم. يعني هو وصل التعادل الآن، لكن لغاية الآن لم يتقدم، لكن من وجهة نظري هو قريب جدا من التقدم، مستوى مغاير تماما في الشوط الثاني أدى إلى تقليص الفارق والتعادل. لنشاهد ما سيحدث في بقية السبع دقائق في الربع الرابع. نعم، هذه أيضا محاولة جيدة من اللاعب الكويتي الكويتي على ترى له خطأ حمد عدنان سعيد، واللاعب رقم 21 محمد عدنان سعيد. والله إخوان محمد ومحمد وقت اللعب، شوف الحكم يقول خطأ على اللاعب رقم 24 الآن هايك جيبوك شبيان. إذا رميتين حرتين 78 لخلال الفريقين، يكسر التعادل ولا شلون؟ محاولة الأخيرة الآن للاعب، أيضا رمية حرة إضافية حلوة، ومحمد عدنان يعرض نقطة يكسر فيها التعادل ويتقدم في لحظات نادي الكويت الكويتي. ترتيب الأوراق من قبل لاعبي نادي بيروت اللبناني، هناك مس ماتش طبعا أنتوني. أيوة فعلا هذا أنتوني مايل، تشوفه شوفه على طول ياخذ الزاوية، ياخذ الزاوية جميلة جدا. أتير ماجوك، أتير ماجوك من شوف من المنطقة الخلفية ومن اليسار على طول حسب نقطتين. إذن يتقدم في اللحظات كابتن مايل، تشوفه يتقدم في اللحظات بيروت اللبناني بالفارق نقطة 89-79. هل يحافظ على هذا التقدم؟ هل يتراجع؟ شلون بنشوف لعبة كرة السلة كابتن جمال، لعبة ذكية. هنا شاف لاحظ صانع ألعاب الفريق البيروت، لاحظ هناك مس ماتش في الإنسايد مع أتير ماجوك، على طول أعطى الكرة إنسايد لأتير ماجوك وأحرز نقطتين، والآن ثلاثية. الآن يعني التقدم واضح وليس فقط بنقطة، الفارق أربع نقط، يعني 81 لنادي الكويت 83 لنادي بيروت. اللي بنشوفها شوفها شوفها شوفها، جميلة جميلة جدا جميلة هذه الثلاثية. يجبر مدرب نادي الكويت الكويتي لطلب وقت مستقطع، لطلب وقت مستقطع لتعديل مجريات أداء في ما تبقى من الفترة الرابعة. تتوقع كابتن مالك يعني المدرب الآن إيش الخطة اللي ممكن يعني يحدو أو يمشي عليها لوضوح نادي بيروت اللي تقدم في لحظات خلال الفترة الرابعة؟ يعني واضح تماما تفوق فريق اللبناني في الربع الثالث والرابع. You can't play one-on-one fucking defense. At least help each other. Trap. Be active. Right now we're standing. I know you're not tired. So the captain فريق أو مدرب فريق الكويت الكويتي مثل ما شاهدنا يوبخ لاعبينه ويقول لهم إحنا واقفين، يعني ما نتحرك في المباراة واقفين، هل إحنا تعبانين؟ ما أعتقد إن إحنا كنا إحنا تعبانين. صحيح. فيطالب لاعبين في المباراة. نعم نعم. يكونون فعلًا فعالين أكثر في أدائهم في الملعب لا شك. نعم. يعني تقدم واضح الآن 81-83 تقدم نادي بيروت اللبناني، وانتهى الوقت المستقطع على طلب مدرب نادي الكويت الكويتي الكابتن بيتر. والعودة الآن من الحد النهائي لصالح نادي الكويت الكويتي، وإدخال الكرة عن طريق جيمس تلعب. إذا أراد فريق الكويت الكويتي فعلا الرجوع في المباراة، يجب على اللاعب جيمس فيلدن الظهور مرة أخرى، أن يعود هو الآخر للمباراة. أن يعود هو الآخر. نعم نعم, نعم. صحيح. لاعب مؤثر جدا في فريق الكويت الكويتي، ومهم جدا أن يعود في هذه المباراة من أجل يعني إدراك الفارق وممكن الظهور أو الخروج بمستوى أو بفوز في هذه المباراة. هذه الثلاثية للاعب رقم ثلاثة اللاعب ألكسندر الغيث، يسجل الثلاثية يعود بها إلى أرض الملعب لنادي الكويت الكويتي. إذا 84 التعادل الآن للفريقين، وأيضا ثلاثية غير ناجحة، ومتابعة جيدة للاعب نادي البيروت اللبناني عن طريق اللاعب هايك جيبوك شبيان. و
ومحاولة للتصويب. كيكانوفيتش، كيكانوفيتش له كلمة ثانية الآن. كل هذا من بعد التايم اوت. إذا 86 نرجع أيضا للتعادل في آخر خمس دقائق في منتصف الفترة الرابعة. وثلاثية من الجانب الآخر تضرب بالحلق وترجع مرة ثانية لصالح نادي بيروت اللبناني. خارج قوس الثلاث نقاط وانفراد 2-2. شوف 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 ويكملها. حلوة 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 أيضا للاعب نادي الكويت الكويتي، اللاعب رقم 3 ألكسندر الغيص. يكسر التعادل إذا 88-86. محاولة لبنانية ولكن غير ناجحة. دفاع ممتاز لفريق الكويت الكويتي، يعني دفاع ممتاز. لاحظ الاختراق من سيرجيو درويش ومحاولة التصويب، لكن دفاع ممتاز من اللاعب البوسني لفريق الكويت الكويتي، والكرة تنتقل لفريق الكويت الكويتي من أجل ممكن توسيع الفارق إلى 4 أو 5 نقاط. نعم نعم، أعتقد الكلوز جيم راح يظل لنهاية الفترة الرابعة. ما أعتقد على الفارق نرجع للعشر نقاط و12 نقطة. وهذه هجمة لبنانية الآن، وخطأ خطأ واضح على لاعب نادي الكويت الكويتي لصالح اللاعب أنتوني مايلز. شوف شوف الخطأ واضح على اللاعب رقم 5 حمد عدنان سعيد في رميتين حرتين لا شك. كما توقعنا كابتن جمال، يعني مباراة لا يمكن التنبؤ بنتيجتها حتى آخر الثواني. يعني الآن نشاهد 88-86، 4 دقائق و11 ثانية فيما تبقى من 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 الربع الرابع. أعتقد سنشاهد 4 دقائق مثيرة وتقدم وشد وجد بين الفريقين. نعم نعم، وهذا هو المطلوب. يعني المباريات الحماسية وفيها ندية تمتعنا فعلا احنا المشاهدين في المنازل والمراقبين هنا، وفي هذا تعطي يعني انطباع جيد على البطولات، وخاصة البطولة العربية يعني غالية على قلوبنا في تجمع الدول العربية والأندية العربية، وكل ما كان الندية متواجدة واللعب والفنيات، يعني هذا شيء يسعدنا لا شك. نعم، مباراة مثل هذه المباراة فعلا جميلة، يعني أنا استمتع في أشاهد واستمتع فعلا في مجريات المباراة. للأسف كان هناك بعض المباريات في هذه البطولة لم تكن بالمستوى المطلوب. نعم. نعم. فارق كبير بين الفرق، لكن في مباراة اليوم فعلا نشاهد مستوى جميل. فريقين يستحقون هذا الأداء ويستحقون الصعود إلى الأدوار القادمة. فعلا يعني هناك أيضا بعض الفرق أيضا كما شاهدنا أيضا على مستوى عالي، مثل الاتحاد السكندري، مثل الوكر القطري، مثل الفريق التونسي. فرق ستكون قوية متواجدة في دورة 8.5. سنشاهد مواجهات فعلا مثيرة وأدوار نهائية جميلة. نعم، وهذه الآن يعني هجمة لبنانية ولكن غير ناجحة، اللي تقدم فيها اللحظات ب 90 نقطة مقابل 88 نقطة لنادي الكويت الكويتي. في حوار ونقاش ما بين حكم اللقاء ومدرب نادي بيروت اللبناني. والكرة ستكون لصالح نادي الكويت الكويتي من الحد الجانبي. يقوم بإدخال اللاعب جيمس. يعني 3 دقائق و31 ثانية الوقت المتبقي. للحين ما شفنا جيمس يعود للوضع الطبيعي من خلال الفترة الأولى والثانية. سمعني سمعني جيمس، قال لا وين أنا موجود. إذا ثلاثية جميلة جدا لنادي الكويت الكويتي عن طريق اللاعب جيمس، بيسجل ثلاثية لنادي الكويت الكويت. شوف 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 عادة بالحركة البطيئة، جميلة جدا هذه اللعبة. إذا 91 تقدم بعد ثلاثية نادي الكويت الكويت مقابل 90 نقطة لنادي بيروت اللبناني. كما نلاحظ الزون ديفنس مرة أخرى، الفريق الكويتي ينتهج الزون ديفنس. هذا الطريقة الدفاعية التي كانت فعالة فعلا في مجريات الشوط الأول والثاني، الآن ينتهج أيضا الزون ديفنس مرة أخرى، و ممكن أن يحدث فارق الآن يعني سنشاهد ماذا سيحدث. هناك تم تصويبة غير موفقة للاعب الكويت الكويتي. نعم صحيح، تعود على طول الهجمة لبيروت اللبناني. إذا 91-90 الفارق نقطة واحدة فقط.
دقيقتين وستة وعشرين ثانية تفصل عن نهاية الفترة الرابعة الأخيرة والثلاثية الآن تضرب الحلق وترجع مرة ثانية لنادي الكويت الكويتي. نشوف شنو نتيجة هذه الهجمة الآن. جيمس مع الكرة. تمريرة جيدة للاعب رقم خمسة أيضا. جميلة جميلة هذه اللعبة على طول لحمد عدنان. سعيد يسجل نقطتين ويرتفع رصيده إلى 93 نقطة. وأيضا طلب وقت مستقطع طلبه مدرب نادي بيروت اللبناني في هذه اللحظات. حمد عدنان سعيد شاهد أنه عنده مس ماتش مع اللاعب الأمريكي أنتوني مالز محترف فريق بيروت اللبناني. فطلب الكرة من اللاعب جيمس فيلدن. اللاعب جيمس فيلدن كان موجود وأعطى الكرة للاعب الفريق الكويتي. استطاع أن يأخذ الكرة تحت الباسكت واستخدام جسمه نسبيا هو أطول من اللاعب الأمريكي. استطاع أن يأخذ الكرة ويسجل 2 بوينت سهلين. نعم صحيح. استمع لتعليمات المدرب. He switched on to the guard. We have Kika. One rotation. Then we need the second one. The Kika. Second and the third. Don't let him skip. Keep moving. Keep moving. Okay, if he wants to go for the shot, hey, Kika's not giving the shot. After your screen, last screen, Major, go down. Guys, please. If we score, we need to score. Stay aware on defense. Stay aware. Al Morris. خلينا أنا أكون على corner with Major. يلا عيانو triple switch. Okay, do it. Right. I'm here. يلا. وتناخد steal piece ball. Take care of the ball. يلا win. One, two, three. Win. إذن مشاهدينا الأعزاء انتهى الوقت المستقطع على طلبه كابتن ومدرب نادي بيروت اللبناني. إذن 93 نقطة لنادي الكويت الكويتي، 90 نقطة لنادي بيروت اللبناني، دقيقتين وثمان ثواني. يعني لو مدرب اللبناني أخذ التايم أوت قبل هالثمان ثواني كان لعب المنطقة الأمامية، ولكن الآن نلعب في الدقيقتين النهائيتين في الفترة الرابعة. والهجمة لصالح نادي بيروت اللبناني في ثلاثيات للتعادل ولا شلون. هذا اللاعب الخطير أنتوني مايلز إلى زميله بثلاثية تضرب الحلق ترجع مرة ثانية لصالح نادي الكويت الكويتي. وجيمس مع الكورة بهد اللعب طبعا الوقت لصالحه السكور لصالحه. هذا اللاعب الآن مع الكورة ألكسندر الغيص خالد بعدي بالواحد يعدي بالثاني تمريرة عرضية تمريرات خلف قوس الثلاث نقاط شوفها مرة ثانية وفي خطأ في خطأ في خطأ على لاعب نادي بيروت اللبناني سيرجيو وصالح اللاعب الكويتي محمد عدنان. شوفها عادة بالحركة بطيئة ما كان في محاولة تصويب ولكن بنشوف عدد الأخطاء. لا لحد الآن الكرة ستكون على ما يبدو من الحد الجانبي. 93 دقيقة وثلاث وعشرين ثانية وتنشيف أرضية الملعب طبعا لسلامة اللاعبين. مهم جدا كل بوزيشن الآن كابتن جمال مهم. نعم. جدا في هذه المباراة آخر دقيقة و23 ثانية أي تيرن اوفر أي خطأ. نعم. أي تضييع راح يأثر لا شك راح يأثر على الفريق. نعم هذا جيمس مع الكرة بعدي وبحاول يصوب بتضيع وفي خطأ أيضا على لاعب نادي الكويت الكويتي. أيضا خطأ على لاعب 15 من نادي الكويت الكويتي لوك كيكانوفيتش. شرط الحكم على اللاعب رقم 15. إذا ترجع الكرة لصالح نادي بيروت اللبناني من الحد النهائي. ما زلنا في النتيجة الحالية 93-90 دقيقة و14 ثانية تفصل عن نهاية هذا اللقاء. تمريرات خارج القوس لا داخل القوس والمنطقة المحرمة الآن تلعب بتضيع أقل من دقيقة تفصلنا على نهاية هذا اللقاء 93-90. يهد اللعب يشوف إلى جيمس من معاه يحاول عدي من واحد عرضية. يعني أعتقد أي سكور الآن كابتن مالك لنادي الكويت الكويتي يمكن يحسم اللقاء تقريبا. تلعب لا بتضيع. إذن الهجمة تتجدد الآن لصالح نادي بيروت اللبناني والفرصة تتجدد مرة ثانية قد تكون ثلاثية للتعادل.
تلعب ولكن تضيع خارج ارض الملعب. يعني لو ترك الكره قد الحكم يعطي كل صالحه في اخر 20 ثانيه. ثلاث نقاط الان 93-90 وطلب تايم اوت يطلبه مدرب نادي بيروت اللبناني. طبعا ستكون الان توجيهات مدرب فريق بيروت اللبناني. نعم. الان هو التصويب محاولة على الثلاث نقاط. الآن الفارق ثلاث نقاط، يعني لا أعتقد أنه فأن أي لاعب سيذهب إلى التو بوينت. نعم. سيكون هناك محاولة أو تكتيك أو خطة معينة لفريق لمدرب الفريق اللبناني من أجل التصويب الثلاث والحصول على ثلاث نقاط من أجل معادلة النتيجة. نعم صحيح. وفي حالة لم يستطع الفريق اللبناني التسجيل سيكون هناك فاول مباشر على الفريق الكويتي لقد تعد المباراة. نعم. طبعا نعم. والحصول على فرصة نعم. جديدة بعد الفري ثرو. نعم نعم. مدرب الفريق الكويتي قاعد يكلم لاعبين ويقول لهم لا تسووا فاول على تصويب الثلاث نقاط. اذا حابين تسووا فاول اعملوا فاول على الدرايف خارج وعلى الدرايف على الدرايف ما يعطي تشانس طبعا للتصويبات او الفري ثرو لك الشك. اذا الكره ستكون لصالح نادي بيروت اللبناني في اخر 20 ثانيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا في المنازل من الحد النهاية. الآن لا شك بيلعب على الثلاثيات ولا شك يعني فريق نادي الكويت الكويتي بيلعب مان تو مان لصيق لكل لاعب. شوف لا تغيرت الخطة الآن وفي خطأ فعلا لقاف ساعة المباراة يعني قطع الكرة. هذه الخطة يعني تغيرت تماما عن كلام مدرب نادي اللبناني البيروت اللبناني. شوف الخطة كانت كما شاهدنا هو التصويب الثلاثي عن طريق اللاعب رودريجو عقل ممكن من أفضل مصوبين في فريق بيروت اللبناني. نعم. لكن يعني تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وكان هناك تيرن أوفر اللاعب الأمريكي فعلا قرأ اللعبة واستطاع أخذ الكرة أو قطع الكرة والحصول على الفاول. الآن رميات حرة مهمة جدا يجب يعني على اللاعب لازم فعلا يستغلها يعني اي ممكن تخلص بهذه الرمية. شوفها فعلا ناجحة. اذا الفرق 4 نقاط افضل من 3 نقاط اذا كان في ثلاثية طبعا والحفاظ على طبعًا الكرة طبعا نعم. الآن تو بوزيشن جيم الآن 4 نقاط اذا على الفريق تو بوزيشن جيم معناها الفريق الكويت الفريق بيروت اللبناني يجب تسجيل سلتين على الاقل. يعني هو على الاكثر يستطيع تسجيل ثلاثية تبقى هناك نقطة واحدة ومعناها في عنده تو بوزيشن جيم لازم سجل سلتين وليس سلة واحدة. أنا أتوقع فريق اللبناني ممكن يذهب إلى الثلاث نقاط إذا استطاع إحراز 3 نقاط فاول مباشر وإيقاف الساعة من أجل على أمل أن الفريق الكويتي يضيع الرميات الحرة وممكن أيضا يأخذ كرة لفريق نعم سكرين باس موف ذا واي اوكي باس از هير spacing so we have room don't all come to the ball get down come on it's our game listen make sure you match up okay I got it. And then pick up and use your switches if you go to the basket don't help let him lay it up point two let's go team 1 2 3 إذن مشاهدينا الأعزاء انتهى الوقت المستقطع لطلب مدرب نادي بيروت اللبناني. آخر 16 ثانية تفصلنا على نهاية الفترة الرابعة الكرة لصالح نادي بيروت اللبناني من المنطقة الأمامية واستغلال هذه الهجمة بنشوف شلون الآن. ومثل ما احنا شايفين دفاع ضغط من لعيبة نادي الكويت ثلاثية طويلة ضاعت يعني ما اعتقد الفاول الان لا يعني له اي جدوى. اذا في رميتين حرتين واذا سجل واحده منهم على الاقل بعد او الثنتين انتهى الجيم. على كابتن مالك اعتقد الاقرب لنهايه هذه المباراه والفوز للكويت الكويتي صح
اعتقد المباراه انتهت يعني. نعم. حتى لو الكويتي لم يستطع التسجيل في المباراه في هذه الرميتين الحرتين اعتقد المباراه صعب بشكل طبعا اربع نقاط لا شك. نعم. بشكل كبير للفريق الكويتي. هذا اللاعب رقم 7 الان عبد الله محمد يقول لا انا بعد بخليه اكثر من اربع نقاط ورميه حره اضافيه ناجحه الاولى اذا 95 يعني أبارك للكويت لا شك. أبارك كان فعلا يعني أداء جيد جدا إلا ما لكن متذبذب فيه من خلال بعض الفترات ولكن يعني في النهاية استطاع الفوز بهذا اللقاء في آخر أربع ثواني الآن والهجمة والتصويبة الثلاثية تضيع وصافرة مشاهدينا الكرام تعلن نهاية هذه المباراة بتقدم نادي الكويت الكويتي ب 96 نقطة مقابل 90 نقطة لنادي بيروت اللبناني. ألف مبروك نادي